أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخلق الوارد في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر على ظاهره، أم أن المراد به جعلناه؟ إن كل شيء خلقناه، الخلق معناه التقدير، معناه التقدير، وكل شيء قد قدره الله جل وعلا وخلقه في الأزل، كتبه في اللوح المحفوظ. وأما حدوث الشيء ووجود الشيء، فهذا في كل شيء في وقته الذي شاءه الله له، فعندما يأتي وقته يأمر الله به وفقا للقضاء والقدر السابق. عندما يأتي وقته فإن الله يأمر به بقوله كن فيكون. نعم.